تعتبر منطقة السدارنة نموذجاً للتطور الحضري والتعايش الاجتماعي بين مختلف القبائل. قرية كوير موسى قلب السدارنة النابض تعتبر نموذجاً مشرفاً لروعة المنطقة وبساطة إنسانها الكريم المضياف. كيف لا وأهل القرية يتمسكون بالعادات والتقاليد السودانية الأصيلة المتعلقة بمراسم وطقوس الزواج، لا يهتمون بالأمور المظهرية ولا التطورات العصرية المستلبة، لأن الزواج عندهم لا يزال مرتبطا بالإرث القديم والهوية السودانية. يحرصون على إكرام الضيوف بما لذ وطاب ويتشددون في ذلك إلى حد كبير. نشكر السادة الحضور الذين تكبدوا المشاغ من جميع الأطياف ومختلف مسمياتهم ومختلف قبائلهم ومختلف ما الواحد ما يقدر يعبر ويخون التعبير عن الشيء اللي بيحصل ذاته. الناس يعني في السراء والدراء دائما بتلقاهم، ونعم الناس ونعم الحضور. نحن والله الشعب السوداني ده كله شعب كريم وشعب يعني يستحق التقدير لكل فرد، لأن شعب يحب بعضه وشعب متكاتف وشعب متجانس. ديوان شيخ العرب عبد الكريم عبد الله الفسيح بكوير موسى فتح المدعوين بمناسبة زواج ابنيها، وتدافع الناس من كل حدب وصوب لمشاركة شيخ العرب فرحته المتزامنة مع العيد السعيد. كان اجتماع الناس الكبير دلالة على ترابط أهل المنطقة وحرصهم على التواصل والتشارك في الأفراح والأطراح. والرسالة الأعظم في أفراح المنطقة هي أن المجتمع السوداني سيظل قويا ومتماسكا ومتواصلا ومتشاركا في كل الظروف، وهو قادر بمثل هذه المناسبات التي تجمع الناس بتعددهم القبلي على هزيمة دعاوى الفرقة والجهوية. الآن نحن في منطقة السدارنة ومشاركة عمنا شيخ العرب، نقول له زواج مبارك وربنا يتم عليهم على خير، ونشكر حسن الاستقبال والحفاوة. نبارك لشيخ العرب الشيخ عبد الكريم عبد الله العبيد بمناسبة زواج أبنائه، ونتمنى لهم حياة زوجية سعيدة، ونشكرهم على حسن الحفاوة والكرم والخياط. مجتمعا سليما معافا تربطه الأفراح وتقويه الأطراح.